تعتبر المراكز الإسلامية مشاريع ناجحة تصب في جانب تنمية المجتمع وصلاح أبنائه، ويعد مركز ابن الجزري واحدا من بين 275 مركزا في المملكة يقوم عبر نخبة من المرشدين الدينيين بتقديم برامج متنوعة تعنى بتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه وترسيخها في عقول الأجيال الناشئة. يتوسطهم عبد الرحمن الذي دخل للتو ربيعه الثامن. هؤلاء هم صحبة الدالين لبعضهم على فعل الخير ووجوب صلاح الحال وحسن المقام في دنياهم وكسب ثواب الآخرة، رفقة ألفت روعة العلاقة مع ربها منذ صغرها، وتربت طواعية على حب التزود من تعاليم كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الأمين. في رمضان تتضاعف همم المبتغين للأجر وقطف عناقيد من الحسنات العظام. في شهر الخير يقبلون على مجالس دينية وحلقات إيمانية اعتادوا بالأصل ارتيادها طيلة أيام السنة، راجين بنهم تدفعه الرغبة الحقيقية بأن ينهلوا من نبع الشريعة الإسلامية الذي لا ينفذ. تعلمت أن أول شيء ما كان عندي إمكانيات أني أقرأ، تهجأت الحروف صح، وبعد مرور الأيام حسيت أن نفسي قاعد أتطور وأتطور، وما حد صار يساعدني في القراءة، صرت أتعلم بنفسي. خليني أستفيد واجد، حتى لما أحفظ الآيات حسسني أني أطبقها في هذا المركز، حتى مع الشيوخ يعاملونا معاملة جيدة وطيبة. طاقة تتجدد في كل لحظة مع تجدد المصادر الدينية والمراكز الإسلامية ودور العبادة الموزعة في مختلف مناطق المملكة. مركز ابن الجزر الإسلامي هو واحد من بين 275 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في البحرين. ومن خلفه رصدا. ممن تعي حجم المسؤولية الدينية والاجتماعية على حد سواء الملقاة على عاتقها في إنشاء جيل صالح متصالح مع عقيدته، يبتغي الأثيث من المعرفة التي يمكن أن يقتبسها من وراء إشراكه في دروس وعظية يشرف عليها من أكرمهم الله بكمال درايتهم وإلمامهم العميق بكل طرق تبليغ وتعليم ديننا الحنيف. مركز ابن الجزري يقوم بهدف سامي من خلال الاعتناء بالنشء في سن مبكرة، بحيث يعلمهم كتاب الله عملا وقولا من خلال ذي الاعتناء بالحفظ القرآن في سن مبكرة، وأيضا يقوم بتلقينهم تلقين الصحيح مثل ما أنزل القرآن الكريم. مراكز تحفيظ القرآن هي بمثابة مشاريع نوعية ناجحة وتبشر في تنمية المجتمع وصلاح أبنائه. إن محاببة صنائع الحق تفضي إلى طريق معبد مسارها، مسار فيه من الفوائد الجسام التي تعود بالنفع المطلق على الأجيال الناشئة في صقل شخصيتها وبنائها على أسس من القواعد الدينية السليمة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.